معنا على الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. أهلا أستاذ جسمين. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وانت طيبة يا فندم جمهور المشاهدين. شكرا يا فندم. طبعا الموضوع ده موضوع حيوي وبيخص يعني الأمن القومي لمصر. حضرتك بترى الموقف الأثيوبي المتعنت في قضية سد النهضة إزاي؟ طبعا هو موقف مخالف لكل الأعراف الدولية ولكل قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقة في أحواض الأنهار الدولية اللي بتستلزم الشراكة بين الدول المتشاطئة على النهر الدولي. وبالتالي السيد الرئيس اليوم مع شقيقه الرئيس إسماعيل عمر جيلة ورئيس جيبوتي شأن مباحثاتنا مع رئيس التونسي قيس سعيد والاتصالات اللي تمت مع الجانب الروسي في زيارة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي منذ أيام قليلة للقاهرة، وتواصل السيد سامح شكري مع سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالة واضحة لمجلس الأمن الدولي. كل هذه الاتصالات سواء كانت الدولية مع دول مؤثرة أو مع مؤسسات دولية معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين مثل مجلس الأمن أو مع رؤساء الدول الأجنبية والإفريقية على وجه الخصوص، وأمر هام جدا لتشكيل ضغط على الجانب الإثيوبي الذي كما وصفت حضرتك موقفه بالصلف والتعنت وإفشال جولات المفاوضات الواحدة تلو الأخرى منذ 10 سنوات تقريبا، ومصر تمنح الفرص للجانب الإثيوبي لرأب الصدع في مشهد بات مهددا للأمن والسلم الإقليمي، وبالتالي دول مثل جيبوتي هي دول معنية بسلامة هذه المنطقة التي هي مجاورة أيضا للمضايق كباب المندب والملاحة في البحر الأحمر وخطوط إمداد النفط العالمي. فشرق إفريقيا والاضطراب المتوقع لو لم تعود إثيوبيا النظر في موقفها سيشمل العالم أجمع والمنطقة بكاملها، ولن تكون مصر وحدها هي المتضررة كما أن السيد الرئيس وهو يتحدث عن كل الخيارات المفتوحة هو يفضل التعاون، هو أكد أن الخيارات كلها مفتوحة ولكن التعاون أفضل. فمصر ترى تماما أن إثيوبيا يمكنها أن تحقق أهدافها التنموية سواء في توليد الكهرباء أو الاستفادة من سد النهضة، ولكن في نفس الوقت عليها أن تراعي المصالح التاريخية لمصر في موارد النهر الذي نشأت عليه الحضارة في البلدان الثلاث. أنا أعتقد أن مصر عليها أن تواصل الضغط الدولي والإقليمي حيث تروج إثيوبيا لأن مشروعها التنموي هدف قد يحول بينها وبينه موقف مصر، ولكن موقف مصر هو موقف أخلاقي مرتبط بالقانون الدولي يسمح لإثيوبيا بالتنمية ولكن لا يضر مصالح مصر والسودان. فأنا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنبيههم لمخاطر المشهد الحالي وتهديده للأمن والسلم الدوليين، ثم بعد ذلك تحميل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة الموقف الإثيوبي وعنته، وإن لم يتم ذلك فالقانون الدولي يسمح الدولة التي يتهدد أمنها القومي تهديدا مباشرا أن تدافع عن مصالح أمنها القومي بالوسائل التي تراها ممكنة، ودي المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نتعامل مع المشهد بما يقتضي قواعد الجغرافيا والجوار ورغبتنا في أن تستمر العلاقة بين الشعبين المصري والإثيوبي على النحو المرجو، ولكن إذا ما أصرت القيادة الإثيوبية على فرض الإرادة فهو أمر لن تقبل به مصر وستحول دون إتمام الملء الثاني بالشكل الذي تراه مناسبا. بما أن حضرتك ذكرت الملء الثاني اللي هو المفروض يكون في يونيو المقبل، إلى أي مدى يمكن أن تتضرر مصر من هذا الملء الثاني؟ يعني بكل تأكيد يعني على المدى البعيد الضرر سيقع لدى الملء، لأنك لن تستطيع أن تتعامل مع هذا الموقف إلا بقبول الملء الثالث والملء الرابع ما الذي سيحول دون قيام إثيوبيا بعمليات الملء المتتالية، لأنك أمام مشهد لن تستطيع منعه. وبالتالي أنا أرى أن
الضغوط لابد أن تتواصل وإرجاء حتى المال لعام آخر، لأننا أمام مشهد خطر ويتهدد الأمن القومي لمصر. والأمن القومي هذه المرة لا يتعلق بمورد عادي، ده مورد حياة، وبالتالي لما تكون المخاطر حياتية فالقانون الدولي يسمح لك بالتصرف بالشكل الذي يحمي هذه المصالح. وبالتالي أنا أعتقد أن الملء الثاني لا يجب أن يكون سيفا مسلطا على مائدة التفاوض، فليمنح المفاوضين الفرصة كاملة حتى يتوصلوا لاتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية ويحمي حقوق مصر المائية والتاريخية. بخلاف ذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل، إن لم يتدخل بالشكل الذي ترى مدافعا عن الحق ومدافعا عن القانون الدولي ومدافعا عن مصالحك، فلابد أن تدافع عنها بالشكل الذي تراه مناسبا. النهاردة كان وزير الخارجية سامح شكري في مجلس النواب، وكانت من الموضوعات التي تم طرحها أنه في دول صديقة تمول السد، وهو يعني نفى هذا الموضوع بالتأكيد. حياتك يعني ممكن تدينا يعني تفاصيل أكتر بهذا الشيء؟ يعني بكل تأكيد يعني لقاء السيد سامح شكري اليوم مع ممثل البرلمان، هناك حالة قلق، علينا أن نعترف أن هناك حالة قلق سواء جماهيري وتنعكس أيضا في لقاءات السادة نواب الشعب المحترمين مع السيد وزير الخارجية للإطمئنان على مسار هذا الملف الذي يؤكد لسيادتك أنه في يد أمينة تماما وسط عمل تقوم به القيادة السياسية على أرفع مستوى. وقد استطعنا والحمد لله أن نواجه مشهدين في منتهى الخطورة خلال الأشهر الماضية، المشهد في ليبيا والذي كان ينبئ بتفجر، ولكن مصر بقدرتها وصرامة موقفها السياسي وقدرتها على استيعاب الاستفزازات التي كانت قائمة ومخاطر الوضع في ليبيا، وقادت المشهد الليبي بفضل هذا الموقف السياسي الذي تمثل في قرار السيد الرئيس بأن يكون منطقة سرت الجفرة هو خط أحمر، قاد ذلك إلى انطلاق عملية سلام سياسي. الآن يبحث مجلس الأمن منذ الأمس وفي جلسات يوم الجمعة القادمة لإرسال مراقبين وتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق المشهد الليبي لعملية انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر. نفس الشيء وبنفس القدرة على إدارة ملف شديد الصعوبة في شرق المتوسط تمكنت مصر من التصدي لاستفزازات بعض القوى الإقليمية، وقادت المشهد لإنشاء منظمة غاز المتوسط، ومنها الآن التغيرات التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، وفي منحى إيجابي يكتمل إن شاء الله خلال الزيارة القادمة لوفد تركي إلى مصر. وبالتالي المشهد الثالث الخطر الذي تواجهه السياسة الخارجية المصرية ويهدد أمنها القومي كما كان المشهد في ليبيا وشرق المتوسط هو المشهد اللي حضرتك بتناقشيه، وهو المشهد في ما يتعلق بسد النهضة. وكل ثقة أن القيادة السياسية بقدراتها سواء الدبلوماسية أو الأمنية والعسكرية قادرة على إدارة هذا المشهد بالشكل الذي يحقق مصالح الوطن. نحن على ثقة في ذلك. يمكن آخر سؤال أحب أسأله حضرتك، لأن ده سؤال يعني بيتبادر الأذهان، رجل الشارع، ماذا لو يعني استمر التسويف والتعنت من الجانب الإثيوبي في هذا الصدد؟ ما هي الخطوات التي ستأخذها مصر، وهل هناك خطة زمنية لذلك؟ يعني أنا أعتقد أن المسار المتبع حاليا هو المسار الأسلم. مصر تدير عملية اتصالات ممنهجة سواء مع الأشقاء الأفارقة، الرئاسة الكونغولية وغيرها من الاتصالات على الصعيد الإفريقي، منها الاتصال الذي تم مع السيد قيس سعيد والرئيس التونسي والرئيس إسماعيل عمر جيلة اليوم في جيبوتي، وغيرها من الاتصالات التي تقوم بها مصر أو التي تقوم بها دولة السودان الشقيق، وبالأخص اتصالات أخرى تتم على المستوى الدولي، منها الاتصال الذي أشرت إليه خلال زيارة السيد سيرجي لافروف، ولروسيا قدرة وتأثير ودبلوماسية هامة، وكذلك الاتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي أوفدت مبعوث لها، منها مبعوثها للسودان ومستشار الأمن القومي، وتتواصل مع الجانب الإثيوبي وتضع رؤية نتمنى أن تكون
أيضا من ضمن أدوات التأثير الداخلي، بالإضافة للموقف الأوروبي والفرنسي بالذات الذي يمكن أن يكون مؤثرا. فخلق رأي عام أفريقي وعربي ودولي ضاغط مقدمة للجوء بعد ذلك إذا لم تنجح تلك الضغوط في تحقيق انفراجة للموقف والدعوة لمفاوضات جادة تقود لاتفاق قانوني ملزم، يكون اللجوء لمجلس الأمن بوصف الجهة أو الآلية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وما دام السلم والأمن بات مهددا، خاصة وأن الإحالة إلى الاتحاد الإفريقي تمت من خلال مجلس الأمن، وبالتالي بما أن الوساطة الأفريقية لم تحقق أهدافها تكون العودة للجهة المرجعية وهي مجلس الأمن، ومن ثم يمكن لمصر أن تقرر إذا ما كان المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم، وإلا ستلجأ مصر لحقوقها المكفولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن مصالح أمنها القومي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبالتأكيد كلنا نقف قلبا وقالبا وراء القيادة السياسية وفي قدرتها على اتخاذ القرار الصائب وأيضا السليم.